جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الأطاولة في بلاد زهران بعث يسأل ويقول: حدثونا عن المرأة التي تم العقد عليها، هل تجوز الخلوة بها أو لا؟ إذا تم العقد عليها مستوفيا للشروط فإنها تصبح زوجته، لا بأس بالخلوة بها والدخول عليها، لأن هذا مقتضى العقد الشرعي، ولكن مراعاة العوائد وتجنب الشقاق وما يحدث سوء التفاهم أحسن. فإذا كان يلزم من دخولك عليها أو خلوتك بها يترتب عليه شيء من سوء التفاهم بينك وبين أوليائها، فإن تجنب هذا أحسن.